بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس في استقامة العمود الفقري، نرخي الجسم، قدمين، ساقين، ركبتين، الجذع، بطن، ظهر، كتفين، الكفين على الفخذين مفتوحتين للأعلى. ناخذ شهيق زفير، منرخي الصدر، الرقبة، عضلات الوجه، قفا الرأس. شهيق، نشهق النور من العين الثالثة بين الحاجبين ليستنير كل الدماغ بالزفير. نطرد شخصية الوهم. نطلب من الفكر أن يتنحى جانبا من أجل كل مشاريعنا الفكرية، كل مخططاتنا لهذه المدة البسيطة، لنستطيع أن ندخل لعمق الوجدان. ننوي على أن نصغي بدون توقع، فقط نصغي، حيث السكينة والهدوء. ناخذ شهيق، نور، نسحبه لدائرة القلب، نحس بنور بين القلب والدماغ، ونصغي لصمت العرفان من خلال نورانية حروف هذا المعلم الإلهي. عندما بلغت النفس السكينة الداخلية، تحدث الصوت قائلا: أعمق من الخطيئة وأعمق من الشر هو الصلاح. نسيج العالم وعنصره الجوهري هو الصلاح، هو الخير اللانهائي والذي لا يقع تحت المقارنة. إن الشر شيء ظاهري ليس حقيقيا. إن أعماق بحار النفس تزخر بصخور الحكمة والحقيقة التي لا تتزعزع، وعلى هذه الصخور يجب أن تتكسر دوامات الظلم والشر والخطيئة. صحيح، على السطح قد تعصف رياح التجارب والرغبات وتتقلب أمواج العواصف والشهوات، ساعات من الظلم والخداع، ولكن المعرفة هي كلية القدرة. إنها تجرف جانبا كل صنوف الشرور مهما استفحلت، وتقضي على جذور الرغبات مهما امتدت في تربة النفس. لذلك حتى في قلب الظلمة تذكر النور. دي باسم الإله، والإله سيصغي لصلواتك وسيرسل ملائكته كي يشدوا أزرك ويرفعوا عنك وزرك. لا توجد قوة أعظم من قوة النفس. في أعماق نفسك تكمن الألوهية. إن ومضة من تلك الألوهية كفيلة بأن تهزم جحافل الديجور وتبدد جيوش التعداد. في جوهرك أنت متحرر، أنت نقي طاهر، أنت كائن مقدس. إن قوى الكون طرا هي رهن إشارتك وقيد بنانك. إذن
أتكافح من أجل الحرية وأنت حر؟ يجب أن يكون مقصدك تحصيل المعرفة الروحية. إن شعاعا واحدا من لهب الرؤية البديعة كفيل باجتثاث واستئصال عناصر الشر مهما كانت خفية ورواغة. أعلم أنك صدرت عن قوة وبهاء الكائن الأزلي. إن حياتك ليست هنا ولا هناك، إنها راسخة بالأبدية، والإحساس بالخطيئة والشعور بالندم والتحسر هي أمور من ثمرة جهلك ومادتها الأحلام. إن طبيعة الخطيئة هي الضعف. كن قويا، إن لمحة واحدة من ذلك الذي هو أنت، من أنت الذي هو ذاك البهاء والمقدرة الكلية، ستزيل عنك الخوف وتوقظك من سباتك. يا باني خيم الحواس والأفكار، دمر بالله ما شيدته. لقد زملت ذاتك بالخوف والغريزة الجنسية والطعام والنوم والأفكار التي تصدر عن هذه الأوهام. برغبة منك ألقيت ذاتك في غياهب الجهل والظلمة، ولا زلت تحلم يا صاحي. بدد الأحلام، بدد أفكار اللذة والألم، والقضيب الحديدي للوعي الجسدي سيطوح به جانبا. لذلك المهمة التي بانتظارك جسيمة وهائلة. إن نسيج الخداع الكوني مايا هو أوهى من نسيج عنكبوت وأصلب من الجلمود. أيتها النفس، هبي لنجدة ذاتك. هذه الخيمة من إشادة يديك، هذه الخيمة أي الجسد بمقدورك إزالتها. وعملية هذا الفناء وهذه الإزالة هي معرفة طبيعتك، وهذه تشتمل على المعرفة المقدسة للوحدة. فهل بمقدور الشمس والنجوم وحتى الفضاء أن يبتلع طبيعتك؟ إن الروح متحدة بك. يا نفس اترك الظلمة، يا نفس اهجر الجهل. إن كل شيء هو من صنيعك. الألم أفضل من اللذة، والحرمان ألذ من المتعة، لأن الألم والحرمان تصيغ أشكال الأفكار والحواس وتحولها إلى قوالب رؤى الروح وإلهاماتها. يا نفس كوني من عشاق الأمور المريعة. ولو قدر لك أن تبصر الموت في الأمور المريعة فإنك ستنظرين الخلود أيضا. الحياة أفضل ما بها أحلام، ولكن يوجد في الكون الآخر العظيم في نهاية المطاف ستبصرين الوحدة في كل مكان، وحدة مقدسة كلية الشمول. إن الشمس هي واحدة مهما تعددت شراراتها، والشمس هي الشعاع، والشعاع هو الشمس، وأنت أنت الشمس. وحتى في قلب الظلمة يسطع النور. وإذ سمعت نفسي هذه النداءات، دخلت مراحل عميقة من التأملات، وعلمت إذ ذاك حقا أن الشعاع هو الشمس. ومرة ثانية شعرت بالحضرة اللاهوتية في ساعات التأملات، وسمعت ما يلي: في الصمت الذي يفوق كل صوت، وفي السلام الأبدي تسكن طبيعتك. بعيد عن جلبة ضجيج الحواس، بعيد عن ويلات آلام الحياة، خلف أحساس الخطيئة والخوف،
وحتى في وسط هذه تكمن الألوهية الموجودة حقا. ما أدهش صياغة الحلم وأدهش من الحلم هو الحالم: أيتها النفس أنت خالدة ما وراء حدود الموت، طاهرة وراسخة في الألوهية. إن الخير والشر هما من قياس الفكر، ولكنك أنت خلف حدود الفكر. أنت البهاء الشعشعاني والسناء الأسمى. إن عظائم طبيعتك تفوق كل شيء، لا تقعين تحت المقارنة وخلف مفردات الكلمات وتعبيراتها. أيها الكائن البهي السماوي المقدس، يا من أنت متوج على عرش المعرفة والتأملات، من ذا الذي يدعوك خاطئا أو قديسا؟ من ذا الذي يستطيع أن يتحدث عنك أو يفكر بك؟ أيها الواحد في الجميع في الكل، أنت الروح الحي، فمن سيشير إليك ببنان الحياة الفانية؟ خلف كل المظاهر أنت خالد، أنت وفي قلب معمعان الأفكار. أعلم أنه يوجد الرقيب الصامت لكل شيء. خيدع الحواس لا يفكر به، ما وراء الشمس والنجوم والأقمار هو الروح. الروح هو المنتصر المظفر على جيوش الحواس في وطيس الرغبة والوسواس. ومهما تشامخت قمم جبال الجهل والغباوة، ومهما عمقت أغوار الخطيئة والبلايا، هو الذي لا يحد اتساع ولا تسعه الحدود. هو الكل في الكل، المهيمن على صور التناقض. اعلم ذلك وتحرر، تحرر، تحرر. بهدوء ننسحب من التأمل بمراقبة تنفس الجديد والشعور بوجودنا المادي من جديد. نأخذ شهيق وزفير، نبدأ نحس بوجودنا، نشعر شعور الامتنان لمن خط هذه الروائع ولمن ألهمها، نشعر بالحمد والشكر للإله الذي سخر لنا هذا وقد هدانا، ولولا هديه ما كنا لنهتدي. نفرك الكفين ببعضهما بعضا تعبيرا عن الطاقة والسلام والامتنان. نضع الكفين أمام العينتين، من رف بالعيون، نفتح رويدا رويدا، نشعر هاي الطاقة النورانية عم بتلامس العينتين مع شعور بالابتسامة على المحيا وفي كل خلية، وشعور بمحبة وسلام
وامتنان ننوي على أن نبقى بهذا الشعور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.